What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. قمة الجبن وقمة عدم الرجولة وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ قالوا لهم اتكلموا، انتوا ساكتين ليه؟ عشان خاطرنا قولوا اي حاجة في اللي بيحصل ده. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. صوتك يوصل لحكم. ولما اتكلموا قال لك ده فيديوهات مفبركة ومش هم اللي قايلين الكلام ده. تعالوا نشوف ايه حكاية فيديو محمد صلاح اللي الناس عمالة تقول ده ذكاء اصطناعي ومش هو اللي قايل الكلام ده، وكمان نبص بصة ونسمع فيديو محمد رمضان اللي قالب السوشيال ميديا كلها عن اللي بيحصل والاحداث اللي حاصلة حاليا. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. النهاردة يوم الجمعة ويوم جميل والدعاء فيه مستجاب، ويا رب انصر اخواتنا في فلسطين المظلومين على الظالمين اليهود. قولوا امين. اولا الفيديو ده هنتكلم مع بعض باستفاضة وهياخد وقت طويل، فعايز حضراتكم تركزوا في الفيديو ده لاني هقسمه على مجموعة نقاط كده، واولها ليه الناس عايزة المشاهير تتكلم زي محمد صلاح ومحمد رمضان وغيرهم من مشاهير العالم سواء في الكورة او في الفن او في اي مجال اخر. تاني نقطة، مين هم اصلا اليهوديين او الاسرائيليين باختصار كده عشان في ناس كتير ما تعرفش مين هم اصلا. ثالثا، وهو اللي بيحصل عندنا هنا في مصر من المظاهرات ومن اللقاءات اللي هدفها واحد، هنقل لكم الصورة بالظبط مع بعض. بس تعالوا نتكلم على موضوع فيديو محمد صلاح ومحمد رمضان. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ الناس كانت طلبت من محمد صلاح ان هو يتكلم في اللي بيحصل في فلسطين وايه اللي حاصل وايه اللي جرى ويقول كلمته وايه رأيه في الموضوع. وبعد 12 يوم فعلا من الكلام الكتير والجدل حوالين محمد صلاح وهو نايم وهو ساكت وما بيتكلمش، طلع الفيديو اللي قدام حضراتكم ده وحكى فيه انه اللي بيحصل عنف واللي بيحصل ده صعب وعلى اي حد ما يقدرش حد يستحمله، وطلع واتكلم كلام كتير وكلنا شفنا الفيديو ده وحضراتكم شفتوه والعالم كله شافه. وبالرغم من اللي في الفيديو محمد صلاح نفسه، إلا إن في بعض الناس شككت في كلامه وقالت إن ده مش رياكشنات وتعبيرات محمد صلاح اللي في الفيديو وده ذكاء اصطناعي. يعني كمان انتوا كنتوا بتقولوا محمد صلاح لازم يتكلم عشان هو مؤثر وهو عربي عالمي ولازم كلمته تبقى مسموعة وممكن كلمته تأثر في الموضوع كله، وفي الآخر لما الراجل اتكلم بتقولوا عليه إن الفيديو ده ذكاء اصطناعي، أو بعض الناس بتشكك في تعبيرات وش محمد صلاح في الفيديو ده. هو عموما اي مشهور لازم يتهاجم على طول سواء عمل حلو او عمل وحش، احنا ما بيعجبناش حاجة، ودايما في ناس بتشوف الايجابي سلبي وبتشوف السلبي ايجابي ومدخلين كده المواضيع في بعضيها ومش عايزين حد ناجح يبقى مؤثر، وهم دول فعلا اعداء النجاح واعداء المشاهير. الراجل طلع اتكلم في فيديو وقال يا جماعة اللي بيحصل ده أنا مرضهوش وما يرديش أي حد عربي مسلم سواء مصري أو مغربي أو جزائري أو سوري أو تونسي أو أي جنسية عربية أو أي بلد عربية، ما يردنوش اللي بيحصل ده، ومش لازم تكون مسلم عشان ما يردكش كده، كفاية أن أنت تكون إنسان وعارف يعني إيه معنى الإنسانية. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ بنقول كلام عاقل. وفي الفيديو التاني محمد رمضان طلع بصراحة اتكلم كلام صعب جدا وكلام تقيل جدا عن اللي بيحصل ده، ولازم تتحركوا يا جماعة ولازم نعمل اللي في ايدينا نعمله. وطبعا الفيديوهات دي موجودة وحضراتكم شفتوها والعالم كله شافها. طب ليه الناس بتطلب من المشاهير ان هم يتكلموا وما بيطلعوش هم يتكلموا ليه بنفسهم؟ هقول لحضرتك حاجة ببساطة جدا وواضحة
وصريحة، أنا أو حضرتك أو حضرتك مش هنكون مؤثرين قد تأثير المشاهير. يعني لو أنا اتكلمت أو حضرتك أو حضرتك مش هيكون لينا تأثير زي تأثير محمد صلاح مثلا، محمد رمضان، المشاهير الفنانين والمشاهير اللاعبين وأي مشهور في مجاله كلمته مسموعة ومؤثرة وليها وضع وليها بصمة في الموضوع وممكن تقلب حال الموضوع. كلامنا ممكن يأثر ولكن مش نفس تأثير مشاهير العرب من الفنانين أو اللعيبة. فعشان كده الناس كانت بتطلب من محمد صلاح ان هو يتكلم، وكمان طلع محمد رمضان اتكلم كلام شديد في الموضوع ده. مين هم اليهود وايه اللي بيحصل في العالم وايه اللي بيحصل من اكتر من 40 سنة في فلسطين؟ اليهود هم اللي كانوا مع سيدنا موسى، ولما قال لهم هنخش القرية دي قالوا له القرية دي اهلها جبارين، فروح انت وربك اعملوا اللي انتوا عايزينه واحنا هنستنوك هنا. فربنا حرم عليهم ان هم يخشوا الاقصى لمدة 40 سنة وان هم هيتوهوا في الارض، وده اللي حاصل وده اللي احنا شايفينه بعينينا، ان هم من جميع البلدان شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا واتجمعوا وعملوا حاجة اسمها اسرائيل. طبعا دلوقتي عايزين هم باي طريقة ياخدوا سينا. انا مش سياسي ولا بفهم في حتة السياسة دي، بس بحكي لكم الوضع هنا في مصر. الوضع هنا في مصر ان احنا كلنا خرجنا عشان ندافع عن ارضنا. لو حضرتك ما تعرفش يعني ايه المصريين، افتح كتب التاريخ كده واقرا التاريخ وهتعرف السيرة الذاتية للمصريين ولشعب مصر. احنا كلنا وقت الجد بنبقى كده، وحاليا وانا بكلمك في اللحظة دي في ملايين من المصريين خرجوا في الشوارع عشان يدافعوا عن اخواتنا في فلسطين. ولو فاكرين اللي حصل قبل كده ممكن يحصل تاني، فاقول لهم مستحيل، لان احنا عندنا قيادة حازمة وعارفة هي بتعمل ايه كويس وقادرة ان هي تحمينا وتحمي اراضينا. ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل البلاد العربية من كل سوء، ويعدي الازمة دي على خير، ويرحم شهداء اخواتنا الفلسطينيين من الاطفال والشباب والشيوخ، ويصبر اهاليهم ويصبرنا كمان على المحن اللي احنا شايفينها بتحصل في العالم كله، ويعدي الازمات دي على خير. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. قمة الجبن وقمة عدم الرجولة، وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب، وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ محمد صلاح او محمد رمضان شكرا ان هم شاركوا برأيهم، واكيد رأيهم مؤثر وفعلا اثر في حاجات كتير هتعرفوها بعدين. ومش هطول عليكم الحلقة دي، ده كان باختصار موضوع فيديو محمد صلاح وفيديو محمد رمضان اللي العالم كله شافه وقلب جميع مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان في العالم. اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.